أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يقول: كيف نرد على من يحتج من الصوفية بهذا الحديث وأنهم يروونه في الموالد؟ فإنه يراني في اليقظة ما أدري، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف صفاته ولا يلتبس عليه مع غيره. أما الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتيه الشيطان ويقول: أنا الرسول، وربما يصدقه لأنه لا يعرف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المراد من رآه في صورته الحقيقية التي يعرفها من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي في الدنيا ولا يحضر الموالد أو مجالس الصوفية ومجالس الذكر كما يقولون، هذا من الخرافات ومن الباطل. فالرسول لا يرجع إلى الدنيا كغيره من الأموات، لا يرجعون إلى الدنيا. أين عاد وأين ثمود وأين الأنبياء وأين الرسل وأين العلماء؟ لو كان أحد يرجع أرأيتم أحدا ممن قد ماتوا؟ إنما في الرؤيا يمكن هذا الاقتراف في الرؤيا، وأمر الرؤيا غير أمر اليقظة. أما أنه يأتي في اليقظة فهذا قول باطل، ولا أحد يرجع إلى الدنيا، لا الرسل ولا غيرهم. نعم.